أن نجعل هذه الدعوة ربانية لنا، نحن نحوج إليها، نحن أصحابها، علينا أن نتلقفها، علينا أن نسير في سبيل تحقيقها. نأتي الآن للسؤال المهم، ما هي وسائل تحقيق الاستقامة؟ دلنا يا شيخ بالله عليك، كيف نحقق الاستقامة؟ فنحن نخوض ونتردد، ندخل المساجد فتخشع قلوبنا وتذرف دموع عيوننا وتقشعر جلودنا من خشية الله، ونمتد ونحس بحلاوة الأنس بالقرب من الله، لكن ما أن نخرج إلى المجتمع حتى تحتوشنا الشياطين، شياطين الإنس والجن، ونجد المعوضات والمكبرات، ونجد الصدود عن سبيل الله، ونجد الإعراض عن سبيل الله، لنجد أنفسنا في صراع دائم وفي انقسام للشخصية. أين تباع هذه البضاعة حتى نقتنيها قبل نفادها؟ أين يمكن أن نحصلها؟ أولا، الرافد الأول بل هو الأساس الأول لتحصيل الاستقامة، وهو الأساس وهو الاستعانة بالله على الاستقامة. إياك أن تتوهم يا أخي الإسلام أنك بجهدك وبمفردك قادر أن تحقق الاستقامة أو أن تثبت عليها وأن ترتقي في سلمها. هذا أمر محال، لا بد أن تستعين بالله رب العالمين. ونستشرف هذا من الفاتحة ذاتها في قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. أي نحن ندعو ربنا جل في علاه أن يهدينا الصراط المستقيم. استمعوا إلى قول الله تعالى في سورة يونس الآية 25، يقول جل في علاه: والله يدعو إلى دار السلام، دار السلام هي الجنة، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ومن أهم أسباب تحقيق الاستقامة منة الله على العبد حين يهبه الاستقامة ويرقيه إلى مقاماتها. ألم يقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا من أحبه، فمن أعطاه الدين فقد أحبه. اللهم اجعلنا من أحبابك يا أرحم الراحمين. فإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو صاحب القدر الرفيع كما ذكرت لكم يدعو ربه قائلا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك. إذا النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى أن يثبته الله، فكيف نحن؟ فماذا نقول نحن؟ هذه من الدعوات المطلوبة يا أخواني، خاصة في هذه الأيام التي يستجاب فيها الدعاء، أن ندعو الله أن يثبتنا على طاعته، أن يثبتنا على دينه، أن يقيمنا لنصرة دينه وشريعته، أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر.
أن يتبع. البارحة مثلاً هذا الموضوع سألني أحد أخوانه قال إني لا أرى رونقاً ولا جمالاً لرمضان ولا للتراويح إلا بالإنشاد وبكذا. قلت له يا أخي الإسلام قلت لك لا أجد ولا دليل ولا تجد دليلاً على هذا. أيهما أحب أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن تتبع صفوة العلماء؟ أيهما أولى بالاتباع؟ قال طبعاً ذل الإسلام